كاينه واحد خصني نذكرهم حيت انا اسيا من خرجت قالت لهم هذا هو ولدي انا وليت نقول ولد اسيا فهمتيني صيفطاتني عند هذا الفونداسيون محمد السادس كاين بالماحي الله يعمر له الدار وكاين رجاء ازامي شي اللي تشدات رجاء ازامي هذيك غتصلح الحباسه عطاوني تريبورتو ها الورق ديالو كاين نقول لك اللي كاين عطاوني موطور شنو علاش عطاوه ليا حيت شحال من حباس تيقول لك انا حباس باش غير بالفم تيجي تبقى غندير حباس شي حاجه صحيح دابا الدينها صحه دا موطور باع ها وجبه الصداع ديك الفونداسيون ما بقاتش عندها ثقه تعطي انت عطاتك موطور هاد الاساسه اش درتي به؟ انا نقول لك اش درت به شديت داك الموطور شديت عندي تصاور شوف شديت حباس واحد اخر 24 عام ديال الحبس سميتو ميني راه هو عندي في الدار كاع هو مريض فيه البواسر خصو يدوز عمليه شنو درت ليه؟ حطيت ليه ديك الخضره وحطيت ليه كل شيء ما تلاقيش مع واحد الدري امين تيفورني الخضره وانا حاضي يدير هكا هكا بشمطه اذا نصبتي راسك انت واصي على الحباسه كتخدمهم وكتراقبهم وكتسهل في الادماج ديالهم عبد الرحيم اللي لقيت انا بعدا واحد ها هو انا شادو فهمتيني وميم طون الشيكوب عطاوني 60 واحد عطاوني شركه نخدمهم علاش حيت هاد الناس ما بغاوش يخدموا البلاد ما بغاتش تخدم وحنا راه عرفتي شحال هاد الخاويه في البلاد ما عندنا بترول ما عندنا غاز اش بغاو راه عندنا غير الخضره ونوضوا صنعوا نوضوا ديروا الصناعه نوضوا راه كوريا في عامين فين ولات نعم وباقي انت تهضروا حتى انتم نمشيو نديروا تظاهره 20 فبراير وهذوك اللي تفرقعوا باش راه غاب القرقو بنادم ما عنده تاريخ تجي تنصب له عقول ضعيفه نعم حنا ولينا عقول ضعيفه شنو بغيت نشرح انا كنشكرك بزاف عبد الرحيم على هذا الشيء كله اللي قلتي وعلى التجربه ديال كلها وكيفاش ممكن الانسان ونوسط الازمه يصنع بطل وانت هي البطل ديالنا اليوم ماشي قضيه البطل انا ما كرهتش انا كاع هذوك الناس وكنفكروا واحد التفكير ساهل بحالها نقول لك شنو هو وما بقاش تفكر هي اصلا هما عندهم الحق في القضيه ديال حسن السيره عندهم الحق في قضيه حسن السيره عندهم الحق ولكن او ميم طون ما تيقش راه حنا 30 مليون راه ما نقدرش نامنك انا على مرتي ولا نامنك على بنتي وانت اصلا دير شي حاجه كراف نعم عبد الرحيم ونرجع للدكتور حسن بن علي هضرنا قبيله على الحلول وكيفاش نشعلوا دوك البولات اللي تيكونوا طافيين فينا وقت ما كنتفكروا الحبس والتجربه المريره ديال الحبس كيرجع الانسان بحال وقع غير البارح كيفاش نطفيوا دوك هاد البآسي اللي كتكون في الانسان الداخل يعني كاين طرق في العلاج النفسي اللي كتمكن الناس انهم يتجاوزوا هاد الحاله هذه لانهم الا ما تعالجوش عليها كيبقى دائما عايش المشكل وكانه يلاه عاشوا منذ لحظات كاين العلاج بالتنويم الإيريكسوني العلاج المعرفي السلوكي ولكن احسن طريقه توريه طريقه حديثه جدا هي ما يسمى بالاو ام دي ار يعني علاج كيمكن من اطفاء ديك البوله ومحو الصور الصادمه عن طريق تحريك العينين نعم اذا هذا العلاج كاين وموجود وممكن الناس يمشيوا يتبعوا هذا العلاج موجود مازال الاخصائيين فيه في المغرب قلال بزاف ولكن خص الناس يعرفوا على انه راه كاين حس صدمات لان اللي كيعيش ديك الصدمه كتبقى عنده ديك البوله شاعله لان عندنا واحد المركز في الدماغ سميتو ليبوكامب كيبقى كوسيلة ألارم دائما الإنسان عايش وكأنه في خطر وكأن ذاك الخطر اللي تعرض لي ما زال غادي يوقع لي في أي لحظة وكين هذيك الطريقة عن تحريك العينين كتمحى هذيك الصور وكتطفى ديك البولة والإنسان تيسترجع الهدوء ديالو تيسترجع الثقة ديالو بنفسه والاعتقادات الإيجابية اللي عنده حول الشخصية ديالو نعم شكرا لك بزاف دكتور حسن بن علي ونمشي للحضور الكريم اللي عنده شي سؤال يتفضل للناس اللي حاضرين معنا تفضلوا انا سؤالي موجه للسيده عتيقه بغيت نسولك واش ما عمرك فكرتي ان ديك ليامات اللي دوزتي ضيعتي من وقتك ومن حياتك في قضيه اللي ما منتهاش نتائج هاد الضربه اللي خديت انا فعاود ما تهرسني قوتني وهذا في حد ذاته مكسب بالنسبه ليا ولولا عتيقه وعتيقات ومصطفات ما كنتوش غادي تكون عندكم هاد الحريه اليوم اللي كتهضروا بهالطلاقه هذه بدون خوف كتعبروا على اشنو عندكم ما كانش غتكون عندنا اذاعه اللي بهذه الجراه هذه وكتخدي القضايا ديال الناس بالعكس نعم شكرا لك محمد شكرا لك بزاف عبد الرحيم شكرا خدوج شكرا لك عتيقه شكرا لكم كلكم مشاهدينا اللي تابعتوا قصه الناس حياتي من بعد الحبس كان هذا هو موضوعنا اليوم في قصه الناس وباقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصه الناس من اليوم انت واحد اخر سلام عليكم